دكتور نضال، يعني بعض المطالبات لبعض المواطنين إزالة المواقف العشوائية كويس بتمثل مشكلة كبيرة، بالإضافة إلى أنهم كانوا بيطالبوا بإنشاء سور للسكة الحديد في منطقة حوض العمدة وسلخانة، إيه اللي تم فن في هذه المشكلة؟ طب خلينا برضو نعترف على جزء مهم قوي، إن إحنا واقفين قدام موارد محدودة، وللاسف الموارد المحدوده دي معوقانا ان احنا نوصل لسقف الاحلام بتاعتنا. يمكن دكتور صلاح ودكتور محمود اشاروا حاجه ان احنا كنا في اجتماع مع رئيس الحي. انا عايز اقول لك ميزانيه الحي انت مجرد ما شفتها تتخض، لان رقم صغير جدا مش هيحقق لك كل اللي انت عايزه. فاحنا بنفكر بره الصندوق خالص. الجزء ده هيشغل بند او بندين من احلامنا، لكن في احلام تانية متوقفه. في جزء يمط للمحافظة انها تعمله اللي هو الخاص بالإدارة المحلية بتاعتها، وفي جزء تبع الوزارات. يمكن حكاية انك تعمل كباري دي مسؤول عنها وزارة النقل، انك تعمل بنية أساسية كويسة دي المجتمعات العمرانية الجديدة او وزارة الإسكان. فكل ما يتعلق بالمحافظة هنشتغله، لكن بره الموضوع ده كله لازم ناخد الموارد اللي تقدر تغطي الحاجه زي كده. الجزء اللي كان بيتكلم فيه دكتور صلاح والمهندس محمود، احنا عندنا الاداء الحكومي في مصر متردي، وللاسف متردي، بس مش على المحليات عشان بس ما ننظمش، لا على مستوى الهيئات ومستوى الوزارات ومستويات كلها. اذا كنا احنا دوله عايزه توصل للاستراتيجيه بتاعت 2030 اللي هي بتاعت التنميه المستدامه، لازم على الاقل اقيم الاداء الحكومي واحسنه واجوده عن طريق دوره مستنديه واحده، عن طريق الشباك الواحد، عن طريق الحاجات اللي متعارف عليها دوليا اللي هترتقي من دوله في مرحله النمو تبقى دوره متقدمه. الجزء المهم جدا لازم يبتدي بالمحليات. المحليات طبعا حضرتك بتقول عليها اساسيات، اللي هي الميه ان تكون نظيفه، الصرف يبقى عندك صرف صحي، يبقى عندك هواء نظيف، في ما فيش اقل من كده المواطن عايزه. اكيد. نيجي بقى النقطة التانية، عشان تحافظ على المواطنين، سكة حديد في العالم كله متعارف عليها لازم يبقى فيها سور. إذا أنت ما عملتش سور يبقى أنت المواطن بالنسبة لك لا يشكل أهمية، لا يبقى المفروض إن دي بادئ زبط المزلقانات والأسوار تتعمل، لأن لو المواطن بتاعك ما يشغلش حيز تفكيرك إن هو لازم يعامل معامل الدرجة الأولى، يبقى أنا مع احترامي كل القوانين وكل الأعراف دي ولا ليها لازمة. إذا المواطن ما حسش باللي أنت بتكتبه على الورق ده قادر يحقق على أرض الواقع، أنا بقول لك لازم يعمل مراجعة، سواء الدولة أو الوزارة أو لازم ترجع من المراجعة تانية مرة اتنين وتلاتة. لازم المواطن العادي يحس بيها، مش لازم يحس بيها النهاردة، لكن يحس بيها بكرة وفي توالي إن شاء الله. إن شاء الله.